بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحباء المشاهدين والمتابعين، هنا تبتدئ مباراة الغرافة ونادي قطر في الجولة الثالثة من بطولة كأس كيو اس ال في المجموعة الثانية، بعدما شاهدنا مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى في لقاءات الأمس. هنا تبتدئ مباراة نادي قطر والغرافة من أهم مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس كيو اس ال لتحديد هوية المتصدر في الجولة الثالثة. نذكر تشكيلة الفريقين في حراسة مرمى نادي الغرافة: قاسم برهان، سعيد الحاج عيسى، روبرت جوزيف فاسينا، لويز خيمينيز، عثمان اليهري، ثامر جمال، عمرو عبد الفتاح، منقذ محمد عدي وخالد عبد الرؤوف، دياغو كارلوس امادو والياس احمد علي. بينما تشكيلة نادي قطر الملك القطراوي في حراسة المرمى: ساطع عبد الناصر العباسي، محمد سالم الربيعي، محمد طيبي، ومحمد احمد الجابري، علي محمد جاسمي، علي عوض، وخالد محمودي، برونو قالو فريتاس، عبد الله مبارك العريمي، وابراهيم جمال عبد الفتاح، واللاعب علي سعيد المهندي. تبتدئ مباراة نادي قطر والغرافة من اهم مباريات الجولة الثالثة المجموعة الثانية. نادي قطر بحوزة 4 نقاط في لقاءين، بينما نادي الغرافة بالنقاط الكاملة الى الان وب6 نقاط يبحث عن النقطة التاسعة في هذا اللقاء، بينما نادي الخرطيات المتصدر الاخر للمجموعة الثانية ايضا ينتظر تعثر الغرافة وفي لقاء أسهل مع الاتحاد الذي إلى الآن لم ينتصر ولم يحصد ولا نقطة في المجموعة الثانية. كرة بتلعب من الأمام ولكن إبعاد يأتي لتذهب الكرة إلى ركلة ركنية. سعيد الحاج يبعد الكرة السابقة بعد عرضية أولى رائعة من قبل نادي قطر، ولكن كرة بتذهب إلى ركلة ركنية الآن. ركلة ركنية أولى، بداية رائعة من الملك القطراوي الذي يبحث تحت قيادة المدرب غابرييل هامبرتون كالديرون، وركلة ركنية الآن للبحث عن نقطة سابعة من قبل نادي قطر وانتظار تعثر نادي الخرطيات أمام نادي تحيل الذي إلى الآن لم يقدم الشيء المطلوب في بطولة كأس كيو اس ال. كرة بتلعب ركنية ولكن إبعاد يأتي، هجمة عكسية الآن لصالح نادي الغرافة، ممكن تلعب بشكل سريع ولكن عودة عبد الله العريمي لإعادة الكرة مرة أخرى لنادي قطر. شاهدنا في لقاءات الأمس في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من بطولة كأس كيو اس ال، الأهلي قلب الطاولة على نادي العربي بعدما كان العربي منتصرا بهدفين مقابل لا شيء، استطاع قلب الطاولة للانتصار ب3 أهداف مقابل هدفين، بينما أم صلال انتصر على نادي السد ب2 مقابل هدف. وفي اللقاء الأروع أمس الريان ينتصر ب5 أهداف مقابل هدفين على نادي المرخية بعد لقاء رائع 7 أهداف، والريان بخطى ثابتة الرهيب يسير بخطى ثابتة في صدارة المجموعة الأولى إلى الآن في بطولة كأس كيو اس ال. كرة بتلعب للأمام الآن لصالح نادي الغرافة، إبعاد يأتي لتعود الكرة مرة أخرى لنادي قطر الذي يبحث كما ذكرت على النقطة السابعة. الجولة الثالثة كشفت لنا من هو متصدرا ومن هو في صدارة المجموعة الأولى، بينما إلى الآن الجولة الثالثة في هذه المجموعة ستكشف لنا من سيكون المتصدر ومن سيكون الوصيف في هذه الجولة. نعم لقاء أصعب سيكون على نادي الغرافة في مواجهة نادي قطر المركز الثالث إلى الآن، بينما نادي الخرطيات في مواجهة أقل نوعا ما وأسهل نوعا ما أمام نادي الاتحيل، ولكن ممكن نادي الاتحيل يستفيق أمام نادي الخرطيات في هذه الجولة لإعطاء الهدية لمن ينتصر في لقاء الليلة بين نادي قطر ونادي الغرافة. رمي التماس الآن لصالح نادي قطر، كرة بتلعب بتعود لحارس المرمى، بيلعب كرة للاعب روبرت جوزي سعيد الحاج، كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي الغرافة. نادي قطر اندفع إلى الأمام اولا للبحث عن هدف تقدم، ممكن ان يباغي الدفاعات والخطوط الدفاعيه لنادي الغرافه. كره تلعب الامام، هذه خطيره ممكن لصالح نادي قطر، ولكن كره بالطول وبتخرج خارج ارضيه الملعب الى رمية التماس الان لصالح نادي الغرافه.
بالنقاط الكاملة إلى الآن نادي الغرافة، هل بإمكانه الحفاظ على سلسلة الانتصارات في بطولة كأس كيو اس ال هنا في ملعب أو استاد سعود بن عبد الرحمن في ملعب نادي الوكرة؟ بينما السلية سيواجه الخور في ملعب نادي الغرافة، والخرطيات سيواجه نادي التحيل في ملعب أو نادي الشمال. لمن ستكون الصدارة الليلة؟ ثلاثة أفرقة تنافس على صدارة المجموعة الثانية، ولكن حظوظ أقل لنادي قطر إلى الآن بالحصول على أربع نقاط في لقاءين، بينما الغرافة والإخرطيات النقاط الكاملة إلى الآن. الغرافة في حوزة ثلاثة أهداف وعليه هدف واحد، بينما نادي قطر ثمانية أهداف، سجل ثمانية أهداف في لقاءين نادي قطر واستقبل خمسة أهداف. مباراة فيها دفاع رائع وهو دفاع نادي الغرافة، وهجوم خطير لنادي قطر، الأرقام تؤشر إلى ذلك في الجولتين الماضيتين. ولكن كرة بتعود مرة أخرى لا تزال لصالح نادي قطر، طويلة ولكن كرة تصطاد بتعود مرة أخرى إلى وسط ميدان الملك القطراوي. كرة بتمر عند خالد أحمد، بيعود كرة إلى الخلف إلى حارس المرمى ساطع. مرة أخرى بناء هجمة من الخلف من قبل نادي قطر الذي يبحث هو الآخر أيضا عن صدارة ممكن أن يحصل عليها في هذه الجولة. الكرة بتلعب ولكن أيضا طالت على خالد في الكرة السابقة، أو هذا اللاعب علي عوض أبو جلوف القادم من نادي قطر تحت 23 عام لمساندة الفريق الأول في بطولة كأس كيو اس ال. لاعب قدم مستويات رائعة مع فريق تحت 23 عام، ليأتي الآن ليبرهن عليه المدرب جابرييل أمبرتون كالديرون. ونادي قطر الآن بحث مرة أخرى عن الثغرة في أول 7 أو 8 دقائق لعب من شوط المباراة الأول وعمر اللقاء. كرة تلعب الآن مرة أخرى، هاتخذ ولكن كرة تصطد لتعود الكرة إلى حارس المرمى قاسم برهان. شوف هنا الإعادة للكرة السابقة، سعيد الحاج والتغطية تأتي من المدافع الأسمراني لتعود الكرة مرة أخرى لنادي الغرافة. لويس خيمينيز هو الآخر كابتن وقائد الكتيبة الغرفاوية. نادي الغرافة بادي بتحفظ أكثر من نادي قطر إلى الآن، بينما تأتي الأنباء على أن نادي الإخرطيات الآن يتقدم بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 6 على نادي التحيل لإعطاء لنفس التقدم. وهنا التغطية تأتي بطريقة رائعة من محمد سالم الربيعي كابتن فريق نادي قطر ليغطي الكرة السابقة. كرة تلعب الآن للأمام لتعود مرة أخرى سعيد الحاج إلى اللاعب دييغو كارلوس سامادو. الإخرطيات الآن يتقدم بهدف مقابل لا شيء على نادي تحيل للسير نحو الصدارة في المجموعة الثانية لبطولة كأس كيو اس ال. كرة بتعود إلى الخلف الآن لمحمد الجابري، بيلعب كرة بينقل جهة اللعب. نادي قطر إلى الآن بادي بداية رائعة، الانتقال للجهة اليسرى، الكرة بتلعب الآن سريعة خطيرة ممكن، ولكن سعيد الحاج قبل الجميع وأسرع من الجميع. سعيد الحاج كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي قطر، محاولة المرور بمر بيلعب كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن كرة بتعود مرة أخرى مقطوعة لصالح نادي الغرافة. مرور يأتي عمرو عبد الفتاح، ولكن العريمي لاعب نادي العربي سابقا ونادي قطر حاليا، والابعاد ياتي بطريقه رائعه
نادي قطر يضغط على حامل الكرة، نادي قطر يضغط في نصف ميدان نادي الغرافة لكي لا يعطي المساحات لرفقاء جان فرنانديز المدرب الغرفاوي. تعليمات واضحة أتت من المدرب جابرييل أمبرتون كالديرون. كرة بتعود الأمر تنخل صالحنا الغرفة، ممكن تأتي التسديدة تسديدة ولكن تغطية من محمد سالم الربيع لبناء هجمة عكسية الآن لصالح نادي قطر، ولكن شوف 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 سعيد الحاج والتغطية أوه بالخطأ، كرة بتعود الآن لصالح نادي قطر ولكن أوه على تصدي من قاسم برهان، حاول فيها علي سعيد المهندي، علي سعيد المهندي حاول فيها ولكن قاسم برهان بيتصدى للكرة السابقة. كرة بتعود مرة أخرى لويز خيمينيز، عتب جابري فوز أب شوي أب أب أب، كرة بتلعب للأمام ولكن أيضا كرة طويلة لتذهب الكرة إلى ضربة مرمى هو الآخر. شوفونا لعدلي كرة خطرة وخطأ دفاعي أتى من سعيد الحاج وتغطية لم تكن بالشكل المطلوب، كان بإمكان علي سعيد المهندي استغلال الكرة السابقة ولكن كرة مرت وتصدي قاسم برهان. كرة بتعود للأمام الآن، هذه خطرة ممكن علي سعيد المهندي ولكن قاسم يا قاسم يا قاسم حذار يا قاسم من مثل هذه الكرات، ولكن تغطية كانت رائعة من قبل قاسم برهان. كرة بتعود مرة أخرى علي بوجلوف بيلعب كرة بالخطة بتعود لصالح نادي الغرافة، كرة إلى الأمام ولكن تغطية تأتي بطريقة رائعة. تغطية أتت من قبل دفاع نادي قطر ودائما وأبدا محمد سالم الربيعي. إلى الآن نتيجة سلبية ولكن في الجهة الأخرى نادي التحيل يعدل النتيجة، نادي تحيل يعدل النتيجة أمام نادي الخرطيات ليسجل هدف التعادل. لتعود المباراة إلى نقطة البداية بينما نادي قطر والغرافة إلى الآن نتيجة سلبية ولكن محاولات نشاهدنا بإمكان وصول نادي قطر إلى المرمى. إلى الآن في كرة أولى كانت بالخطأ وتغطية لم تكن بالشكل المطلوب من قبل سعيد الحاج، كرة بتلعب الآن بطريقة رائعة لا زال يحافظ على الكرة اللاعب خالد أحمد، كرة بتلعب الآن للجهة الأخرى علي جاسمي هو الآخر لاعب نادي العربي سابقا نادي العربي، ترك العديد من لاعبينا للذهاب إلى الأندية الأخرى مثل ما شاهدنا العريمي عبد الله مبارك العريمي وأيضا محمد أو علي محمد جاسمي، وأيضا في الجهة الأخرى نشاهد لويز أنطونيو خيمينيز وعديد من الأسماء. السؤال الذي بات يتكرر كثيرا حتى وصلنا إلى الطريق الذي أصبحت الإجابة عليه جهلا، الإجابة مجهولة إلى الآن، متى يعود نادي العربي إلى الطريق الصحيح أو إلى الطريق المعتاد الذي اعتاد عليه نادي العربي أن يكون كما هو في السابق، ولكن نادي قطر هو الآخر يبحث عن العودة من بوابة بطولة كأس كيو اس. الكرة بتلعب الآن للأمام، ممكن تأتي العرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة تسديد أوه على الكرة السابقة من خالد أحمد تصطد في القائم الأيسر من حارس المرمى قاسم برهان لتعود إلى أحضان قاسم برهان. شوف الإعادة تمريرة رائعة وتحضير وتسديدة يسارية أرضية تصطد في القائم الأيسر، وبعدها قاسم برهان بيتصدى للكرة السابقة لتبقى النتيجة سلبية إلى الآن.
نتيجة سلبية إلى الآن، ولكن نادي قطر قريب جدا من أن يسجل هدف التقدم إلى الآن. ولكن إضاعة العديد من الفرص، فرصتين كل واحدة محققة أكثر من الثانية. وضاعت الأولى من علي سعيد المهندي بعد هدية من سعيد الحاج، والثانية ضاعت من اللاعب خالد أحمد، وهنا خطأ وسقوط على أرضية الملعب من اللاعب لويز خيمينيز. لويز خيمينيز المتخصص بتنفيذ الكرات الثابتة. هل بإمكان نادي الغرافة إضافة هدف أو التقدم بعد أداء رائع من قبل نادي قطر وإضاعة الفرص؟ ولويز خيمينيز قادر على إعطاء الإضافة لنادي الغرافة من كرة ثابتة. كرة بتلعب الأمام من قبل لويز خيمينيز، ولكن تغطية دفاعية رائعة أتت، كرة بتعود مرة أخرى، ولكن تغطية وإبعاد يأتي من إبراهيم جمال عبد الفتاح، لتعود الكرة مرة أخرى لصالح نادي قطر. مطالبة بخطأ، وحكم اللقاء يطلق الصافرة لخطأ لصالح نادي قطر في الكرة السابقة. الكرة بتعود بشكل سريع، محمد الجابري، خالد أحمد، كرة بتلعب الأمام، ولكن إلياس أحمد بيغطي الكرة السابقة لتذهب الكرة إلى رمية التماس. كرة بتعود للأمام الآن، محاولة مرة أخرى، ولكن سعيد الحاج هذه المرة وقاسم برهان، كرة بتصل إلى حارس المرمى بسهولة. بتلعب لصالح نادي الغرافة الذي إلى الآن لم يقدم شيء في أول 18 دقيقة من شوط المباراة الأول. كرة بتعود مرة أخرى، ثامر بيلعب كرة إلى خالد الرزيقي، كرة بتصطد وتغطية أتت من خالد أحمد، لتذهب الكرة إلى رمية التماس الآن لصالح نادي الغرافة. منقذ بيلعب كرة إلى الخلف، شوف الضغط على حامل الكرة من قبل نادي قطر لخسارة الكرة، وسرعان ما يخسر الكرة نادي الغرافة تحت ضغط لاعبين نادي قطر على حامل الكرة. جابرييل أمبرتون كالديرون لا يريد ورفاقه إعطاء المساحات للاعبين نادي الغرافة. لقاء صعب على نادي الغرافة، نعم، وحافز كبير لنادي قطر للذهاب إلى الصدارة أو حتى إلى المركز الثاني. وهنا خطأ على نادي قطر في الكرة السابقة لصالح نادي الغرافة ولصالح اللاعب خالد الزريقي. خطأ على علي عوض بجلوك في الكرة السابقة، كرة بتعود لصالح نادي الغرافة الآن. إلياس بيحاول، وهذا اللاعب عمرو عبد الفتاح، ولكن كرة بتعود للحاج سعيد الحاج عيسى. دييغو أمادو ينقل كرة في الجهة الأخرى لصالح نادي الغرافة الذي إلى الآن يعجز عن إيجاد المساحات. Thank you.
للتوغل الى نصف ملعب نادي قطر. شوف 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 كيف يغطي نادي قطر، يدافع من نصف ملعبه، يدافع من بدايه نصف ملعبه. وهنا تغطيه رائعه اتت من خالد احمد في الكره السابقه وتعود الى رميه التماس بحثا عن الكرات الطويله من قبل نادي الغرافه للوصول اكثر واقرب الى منطقه جزاء نادي قطر. شوف التغطية تأتي، تمريرات بالعرض لصالح نادي الغرافة، كرة بتعود للاعب منقذ، عرضية تأتي للأمام ولكن تصدي حارس المرمى ساطع العباسي ويتصدى للكرة السابقة. للأمانة تكتيك رائع وواضح من قبل جابرييل كالديرون كما ذكرت. لا تجعل نادي الغرافة يشعر بأريحية في التوغل والوصول إلى الأمام. كرة تلعب في الجهة اليمنى لصالح نادي قطر، كرة تلعب الأمام الآن محاولة ولكن بتعود وتغطية دفاعية أتت من قبل نادي الغرافة لتعود الكرة مرة أخرى. هجمة عكسية الآن سريعة لصالح نادي الغرافة، محاولة ممكن، كرة عند اللاعب عثمان اليهري، عثمان بيمر، عثمان بيحاول، عرضية تأتي ولكن يا سلام على التغطية. أوه إبعاد بالخطأ يأتي من قبل نادي قطر. لويس خيمينيز بيلعب كرة تسديدة تأتي ولكن تسلل راية وتسلل على عثمان اليهري في الكرة السابقة. شوف هنا التغطية الرائعة أتت وهنا الإبعاد لم يكن بالشكل المطلوب. لويس خيمينيز حاول والتمريرة تأتي لمنقذ والتسديدة ولكن راية واضحة على عثمان اليهري في الكرة السابقة لتصل الكرة إلى حارس المرمى. ركلة حرة غير مباشرة لصالح نادي قطر. كرة تلعب علي أبو جلاب بيلعب كرة خطيرة للاعب علي المهندي ولكن يا سلام على تغطية اللاعب دييغو كارلوس أماندو. كرة بتعود الآن لصالح نادي الغرافة. الياس بيلعب كرة في الجهة اليسرى بيحاول فيها ثامر، ممكن ثامر الآن بيعرض كرة إلى الأمام ولكن كرة طويلة بتعود مرة أخرى لدفاع نادي قطر. هل نادي الغرافة وجد السلاح في العرضيات؟ علي مجلوف يحاول لكن تغطية تأتي من دييغو أمادو. بتعود مرة أخرى لويس خيمينيز. كرة بتعود الآن علي المهندي مرة أخرى بيحاول علي ممكن ولكن حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. اعتراض يأتي من علي المهندي ولكن حكم اللقاء أمشاري الشمري يقول ما فيها شيء. كرة بتعود الآن لعثمان، عثمان اليهري بيحاول، عثمان ممكن يتوغل، عثمان بيحاول ممكن يعرض الكرة ولكن التغطية تأتي بطريقة رائعة. بتعود الكرة بالخطأ الآن لمنقذ، محاولة خطيرة لصالح نادي الغرافة ولكن بتعود التغطية الدفاعية لصالح نادي قطر. محمد سالم الربيعي بتعود الكرة مرة أخرى ولكن لصالح نادي الغرافة بيحاور ثامر. كرة تلعب الآن خطيرة ممكن، عرضية تأتي يا سلام على هدف عكسي عالمي. أتى بالخطأ من جالو بيسجل في مرماه. أوه على خطأ، أوه على هدف في مرماه، أوه على الكرة تغالط مرمى نادي قطر ولكن بطريقة عالمية. كرة على الطاير، شوف الإبعاد لم يأتي بالشكل المطلوب،
ووضعها بطريقه تصعب على جميع الحراس. الله الله، ولا افضلها مهاجم للامانه وضعها قالو. اللاعب برانو قالو فريتاس بعد عرضيه مثاليه اتت من ثامر جمال داخل منطقه جزاء نادي قطر ليضعها قالو في شباكه بالخطا ليتقدم نادي الغرافه بهدف مقابل لا شيء. برونو فريتاس حاول ان يغطي في الكره السابقه ولكن اتت الرياح بما لا تشتهي السفن. نادي قطر الان يتخلف بعدما كان هو الافضل في 25 او 26 دقيقه بعدما كان يضغط على حامل الكره. محاولات الوصول الى الامام هجمتين محققتين ضاعوا على نادي قطر. اتى نادي الغرافه من نصف فرصه وكره عرضيه، ذكرت ان العرضيات ممكن ان تكون الحلول لنادي الغرافه في الدقائق القادمه، وها اتى الحل من كره ثامر جمال وعرضيه ثامر جمال ليضعها قالو في الشباكه بالخطا ليتقدم نادي الغرافه بهدف مقابل لا شيء. الاخرطيات في الجهه الاخرى، هو الاخر يتقدم بهدفين مقابل هدف على نادي الاتحاد. الكره بتلعب الامام الان ولكن لويس خيمينيز في رايه وتسلل. راية وتسلل على نادي الغرافة وعلى لويس خيمينيز. شوف هنا الكرة السابقة، نعم راية، هناك تقدم بعض الشيء من اللاعب لويس خيمينيز في الكرة السابقة. كرة بتعود الآن مرة أخرى لنادي قطر الذي كان يحاول بشتى الطرق للوصول إلى مرمى نادي قطر. محاولة خطيرة سريعة الآن فيها ركلة جزاء ولكن مشاري الشمري حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. حكم اللقاء يقول ما فيها شيء وكرة بتعود لصالح نادي الغرافة. سقوط على أرضية الملعب. شوف هنا الإعادة، هنا الإعادة للكرة السابقة. والله أعتقد أن فيها وعليها. شوف شوف الإعادة وعرقلة أتت من اللاعب الياس. أتت عرقلة من اللاعب الياس وهنا الاعتراض ولكن ممكن كانت زاوية صعبة على حكم اللقاء التوصل إلى قرار ركلة الجزاء. سقوط اللاعب محمد جاسمي في الكرة السابقة مطالبا بركلة الجزاء ولكن حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. حكم اللقاء يقول ما فيها شيء ولكن إصابة اللاعب علي محمد جاسمي نتمنى له السلامة. كما ذكرت لاعب نادي العربي سابقا ونادي قطر حاليا يقدم مستوى رائع مع نادي قطر اللاعب علي محمد جاسمي. شوف هنا الإعادة للكرة السابقة. شوف هنا من هذا من هذه الزاوية والله أعتقد أن فيها عرقلة ولكن ممكن كانت سريعة ولكن في مثل هذه القرارات كما اعتدت أن أذكر أن هذه القرارات تعود إلى حكم اللقاء والمختصين وضيوفنا الكرام في الاستوديو التحليلي مع الزميل خالد القحطاني للتحدث عن مثل هذه الأمور. ولكن في النهاية قرار حكم اللقاء هو السائد في اللقطة الماضية لتبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء بالخطأ. اللاعب برونو قالو فريتاس في مرماه بطريقة رائعة ولا أجدعها مهاجم، سجلها بطريقة على الطاير ولا أجدعها مهاجم ولا أفضلها حارس يستطيع أن يتصدى للكرة السابقة ليعطي التقدم لمن لم يقدم المستوى المطلوب في الدقائق الأولى. شوفنا البطاقة الصفراء أعتقد على علي محمد جاسمي بعد الاعتراض في الكرة السابقة. أتى الاعتراض من علي جاسمي، كان مطالبا بركلة جزاء ولكن حكم اللقاء مشاري الشمري قال ما فيها شيء. الكرة بتلعب الأمام من اللاعب منقذ ولكن كرة بتعود مرة أخرى لمحمد سالم الربيعي. محمد الجابري كرة بتعود الآن لتصل كرة إلى رمية التماس. محمد الجابري مرة أخرى بيحاول ينقل كرة في الجهة اليمنى لصالح نادي قطر. عودة الجاسمي مرة أخرى، تقدم لنادي الغرافة إلى الآن
من نصف فرصة، كما ذكرت أن الكرات العرضية هي التي ستعطي الإضافة لنادي الغرافة في ظل ضغط على حامل الكرة من قبل لاعبين نادي قطر على لاعبين نادي الغرافة لعدم إعطاء المساحات، فأتت الكرات العرضية. وهدف بالخطأ في مرماه للاعب برونو قالو فريتاس، لاعب وسط ميدان الملك القطراوي. كرة بتعود للأمام الآن، علي المهندي بيحاول، علي المهندي بيحاول التوغل، نعم لا زال يحافظ على الكرة، البحث على المساندة تحت تغطية اللاعب سعيد الحاج، العودة إلى الخلف من اللاعب خالد أحمد، لا زال نادي قطر يحافظ على الكرة، محاولة الوصول إلى مرمى نادي الغرافة، ولكن الكرة بتعود الآن سريعة، ممكن بيلعب كرة إلى لويس خيمينيز، ولكن محمد سالم الربيعي، وتغطية تأتي من دفاع نادي قطر لإبعاد الكرة السابقة. كرة بتعود مرة أخرى للاعب إبراهيم جمال، محمد طيبي بيلعب كرة إلى وسط ميدان نادي قطر إلى الأمام، هذه خطرة ممكن محاولة فيها، لا زالت كرة خطيرة بالرأس من علي بوجلوف، ولكن كرة بتمر لتصل الكرة إلى قاسم برهان. كما ذكرت لقاءات الأمس، خسارة المرخية بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام نادي الريان المتصدر للمجموعة الأولى من بطولة كأس كيوسل، بينما نادي السد خسر بهدفين مقابل هدف أمام نادي أم صلال والعربي بعدما كان متقدما بهدفين مقابل لا شيء. طلبت الطاولة أمامه من قبل نادي الأهلي، كرة بتلعب الأمام، هذه خطرة ممكن لصالح نادي الغرافة، محاولة ولكن يا سلام على تغطية محمد الربيع في الكرة السابقة، كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان في الكرة السابقة من قبل اللاعب عمرو عبد الفتاح، ولكن كرة مرت من أمام نادي الغرافة. هل يندم على إضاعة مثل هذه الفرصة نادي الغرافة في الدقائق القادمة؟ كرة تلعب الآن هجمة عكسية خطيرة، ولكن خطأ يأتي وبطاقة صفراء ثانية، بطاقة صفراء ثانية على نادي قطر. شوفون الإعادة، للأمانة قرار سليم كان من حكم اللقاء على اللاعب إبراهيم جمال عبد الفتاح. تدخل قوي كان من هذا اللاعب على أحد لاعبي نادي الغرافة وسقوط على أرضية الملعب. شوفون الإعادة لكرة اللاعب عمرو عبد الفتاح، شوفون المرور، حاول أجل، كان بإمكان التمرير للويز أنطونيو خيمينيز ولكن قرر التسديد، ولكن كرة مرت وتغطية دفاعية كانت رائعة من اللاعب محمد سالم الربيعي في الكرة السابقة لتبقى النتيجة هدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب القطراوي برونو قالو فريتاس بالخطأ في مرماه. لعب علي محمد جسمي الحاصل على البطاقة الصفراء الأولى، بينما نادي الغرافة إلى الآن خالي من البطاقات الصفراء، متقدم بهدف مقابل لا شيء بأداء متواضع، ولكن بالتقدم في النتيجة بعد عرضية رائعة أتت من اللاعب ثامر جمال لعرض كرة رائعة ليرغم نادي قطر للتسجيل في مرماه. دكة بدلاء نادي الغرافة المكونة من حارس المرمى عبد العزيز علي مكي، يوسف مفتاح، عبد المجيد عناد، أندريا أغوس، وناصر سعيد الكعبي، ومحمد إسماعيل أبو شنب. بينما دكة بدلاء نادي قطر محمد عمر سعيد وعبد الرحمن أبكر محمد، عبد الرحمن محمد حسين، وعبد العزيز عادل، جاسم علي الهاشمي، ويوسف الكبيسي. مطالبة بخطأ في الجهة الأخرى، وحكم اللقاء يعطي خطأ الآن لمحمد الجابري. اعتراض يأتي من خارج أرضية الملعب على الكرة السابقة. شوف هنا الإعادة، للكرة السابقة ولكن حكم اللقاء لم يعطي خطأ بل رمية التماس. كرة بتلعب الأمام لصالح نادي قطر، لا ممكن تسديد، يا الله علي جاسمي يسجل
هدف التعادل لصالح نادي قطر ليعدل النتيجة الآن لهدف لكل الفريقين. الآن تعادل إيجابي لتعود المباراة إلى نقطة البداية. علي جاسمي بيسجل كرة أرضية رائعة بعد مرور وتمرير رائع. شوف الإعادة، شوف الإعادة من رمية التماس وتنفيذ لرمية التماس بطريقة رائعة إلى الأمام. نادي قطر يحاول، شوف هنا تمريرة أرضية، ترك الكرة وتحضير الكرة لتسديد أرضية، غلط الدفاع نادي الغرافة وقاسم برهان ليعدل النتيجة. نادي قطر لمن كان يستحق أن يسجل أولا ولكن أضاع فرصتين ليعود نادي الغرافة ليتقدم. ها هنا نادي قطر يعود في النتيجة إلى نقطة البداية للتعادل، ولكن هذه المرة الإيجابي بين الفريقين. التعادل لن يخدم الفريقين في هذه الجولة بعد ما شاهدنا نادي الإخراطيات يتقدم في الجهة الأخرى على نادي تحيل بهدفين مقابل هدف. ماذا سيحدث في الدقائق القادمة؟ أعتقد هناك اعتراضات من الحارس المرمى الاحتياطي لنادي قطر، وتأتي التوجيهات الآن من حكم اللقاء وبطاقة صفراء للحارس المرمى الاحتياطي جاسم عادل الهيل، وبطاقة صفراء ثالثة. أعتقد أن كانت هناك احتجاجات غير لائقة من الحارس الاحتياطي على حكم المساعد الأول أو حكم اللقاء أمشار الشمري ليحصل على بطاقة صفراء اللاعب أو الحارس جاسم الهيل. ثلاث بطاقات صفراء على نادي قطر الآن، بينما نادي الغرافة كما ذكرت خالي من البطاقات الملونة. كرة بتعود الآن، منقذ يحاول، لا زال يحافظ على الكرة، منقذ البحث عن المساندة، يلعب كرة في وسط الميدان للاعب دييغو أمادو. دييغو بيلعب كرة إلى الأمام لويس خيمينيز، حذاري من لويس خيمينيز في التوغل من مثل هذه الكرات. كرة بتعود إلى نادي قطر مرة أخرى، محاولة عند اللاعب إبراهيم عبد الفتاح بينقل الكرة إلى علي بوجلوف. علي بوجلوف بيحاول، لا زال يحافظ على الكرة بطريقة رائعة. علي بيلعب كرة إلى الأمام ولكن كرة طالت على اللاعب علي جاسمي في الكرة السابقة. تبقى النتيجة هدف مقابل هدف، تعادل إيجابي بين الفريقين. بينما ضربة مرمى، كرة بتعود الآن لصالح نادي الغرافة. إلى الجهة الأخرى ثامر إلياس. ثامر مرة أخرى، سقوط على أرضية الملعب من اللاعب لويس خيمينيز، وخطأ لصالح نادي الغرافة الآن. كرة بتعود الآن مرة أخرى، بتعود الكرة إلى حارس المرمى لصالح نادي قطر. حارس المرمى ساطع العباسي بيلعب كرة إلى الأمام الآن، محاولة خطيرة لصالح اللاعب علي المهندي ولكن بتعود سهلة لقاسم برهان. كرة بتلعب في الجهة الأخرى ولكن تغطية تأتي من خالد أحمد. علي بوجلوف، علي بوجلوف بمرمى الأول والثاني محاولة، ولكن دييغو أمادو. لويس خيمينيز الآن يحافظ على الكرة، بيلعب كرة الآن للاعب الياس أحمد. يا السلام على التوغل، كرة خطيرة لعثمان الأهري، عثمان بيحاول، عثمان بيسدد لويس خيمينيز ولكن راية وتسلل ثانية لهذا اللاعب في الكرة السابقة. حاول فيها عثمان الأهري ولويس خيمينيز ولكن شوف هنا الإعادة، هنا الإعادة للكرة السابقة. شوف الاستلام بطريقة رائعة والتوغل بطريقة أروع والتحضير والتسديدة ولكن راية وتسلل على لويس خيمينيز في الكرة السابقة لتعود الكرة لصالح نادي قطر مرة أخرى، وتبقى النتيجة التعادل الإيجابي. كرة عكسية الآن سريعة لصالح نادي الغرافة، محاولة خطيرة لعثمان، عثمان الياهري بيمر، عثمان الياهري بيحاول، لا زال يحافظ على الكرة ولكن كرة بتقطع مرة أخرى لتعود، ولكن ضغط وسيطرة واستحواذ لنادي الغرافة في آخر دقائق شوط المباراة الأول. كرة بتلعب إلى داخل منطقة الجزاء ولكن إبعاد يأتي، إبعاد يأتي
من قبل نادي قطر، ولكن شوف هنا الكره الطويله حاول فيها اللاعب برونو جالو، مو على بعض برونو بعد الخطا الذي اتى وكلف نادي قطر هدف ليسجل في مرمى، ولكن بطريقه خياليه للامانه، يعني هدف عكسي وخيالي بهذه الطريقه ممكن يؤثر على نفسيه اللاعب برونو جالو افريتاس، ولكن اعتماد كبير على برونو افريتاس في تقديم الإضافة لنادي قطر في شوط المباراة الأول أو آخر خمس أو أربع دقائق من شوط المباراة الأول أو حتى في 45 دقيقة من شوط المباراة الثاني. كرة بتعود إلى رمية التماس الآن، دييغو أمادو إلى الياس، أحمد علي بيلعب كرة إلى لويس خيمينيز، ولكن تغطية تأتي محمد الجابري بيلعب كرة إلى الخلف لحارس المرمى. شوف الضغط على حامل كرة عثمان اليهري، بيمر عثمان اليهري، بيحاول عثمان اليهري، خطيرة، ممكن جول، يا سلام على التصدي في الكرة السابقة. سلطة العباسي بيتصدى للكرة السابقة، شوف هنا تحول الضغط على حامل كرة، والأخطاء تأتي الآن من قبل نادي قطر في آخر أو الجزء الثاني وآخر فترات شوط المباراة الأول، ولكن كرة تذهب إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية لصالح نادي الغرافة. ركلة ركنية الآن لصالح نادي الغرافة. عثمان اليهري على التنفيذ، كرة بتلعب من الأمام، محاولة خطيرة ولكن تغطية تأتي، حكم اللقاء يقول ما فيها شيء، يطالبون بركلة جزاء. كرة بتلعب الأمام الآن، محاولة، أوه عدت الكرة من الأمام علي المهندي، بينما علي الجاسمي يحاول، ولكن كرة بتعود لقاسم برهان. آخر ثلاث دقائق من الوقت الأصلي من عمر شوط المباراة الأول، والنتيجة إلى الآن التعادل إيجابي بين الفريقين، هدف لي كل منهما. كرة بتعود مرة أخرى، شوفوا الإعادة للخطأ في الكرة السابقة. كرة بتعود إلى اللاعب الياس، بيلعب كرة تصل لعبد الله مبارك العريمي، محمد الجابري، كرة إلى الأمام ولكن إلى خارج أرضية الملعب، كرة تخرج إلى خارج أرضية الملعب، تمريرة طالت على لاعبين نادي قطر. عمرو عبد الفتاح بيلعب كرة إلى خالد عبد الرؤوف، دييغو أمادو، الياس، أحمد علي بيلعب كرة إلى ثامر، ثامر جمال، الياس، تنقل كرة من قبل لاعبين نادي الغرافة. أعتقد أن نادي قطر والسر تراجع وتقدم نادي الغرافة في آخر فترات شوط المباراة الأول هو قل اندفاع الضغط على حامل الكرة من قبل لاعبين نادي قطر. هل هو إرهاق؟ هل هو انتظار راحة بين الشوطين من قبل لاعبين نادي قطر؟ أم هو تكتيك من المدرب جابرييل كالديرون؟ ولكن مع قلة اندفاع أو تقليل من اندفاع الضغط على حامل الكرة من قبل لاعبين نادي قطر أعطت الأفضلية لنادي الغرافة بعد الهدف الذي سجل في مرماه من اللاعب برونو جالو فريتاس بعد كرة عرضية رائعة من ثامر جمال، بينما الآن كرة ثابتة وركلة حرة مباشرة لصالح نادي الغرافة وللاعب لويس خيمينيز بالتخصص. لويس خيمينيز على التنفيذ الآن، ممكن أن يسدد اللاعب لويس خيمينيز، ولكن الكرة بتصطد لتذهب الكرة إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لصالح نادي الغرافة. شوفونا الإعادة، الكرة بتصطد في اللاعب
برونو جالو. عثمان اليهري على تنفيذ الركله الركنيه لصالح نادي الغرافه. اعلن الحكم عن دقيقه اضافيه. حكم يضيف دقيقه واحده كوقت اضافي مقدر من الحكم مشاري الشمري. يشوفون العدلي الالتحامات داخل منطقه الجزاء بانتظار تنفيذ الركلات الركنيه. كرة تلعب الآن الأمام، الآن الياس بيعرض كرة الأمام، محاولة بالرأس ولكن كرة بتعدي، لا تزال كرة خطيرة. أوه سقوط اللاعب لويس خيمينيز، لا زال يحافظ على الكرة، بيعود الكرة إلى الخلف خالد عبد الرؤوف، ممكن يعرض ولكن أوه طويلة كانت على مهاجمي نادي الغرافة لتعود الكرة إلى ضربة مرمى لصالح نادي قطر. أعتقد أن دقيقة واحدة غير كافية لإعطاء المزيد في شوط المباراة الأول بانتظار صافرة حكم اللقاء لإنهاء الأمور الآن والعودة إلى الاستوديو التحليلي وبانتظار ما سيحدث في شوط المباراة الثاني من لقاء مهم في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، لقاء يجمع بين نادي الغرافة ونادي قطر. إلى الآن التعادل الإيجابي هو المستحوذ على اللقاء، وهنا تنطلق صافرة حكم اللقاء مشاري الشمري لإنهاء الأمور، بينما سننتقل بصوت الصورة للزميل خالد القحطاني. عندك المايك يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي أحباء المشاهدين والمتابعين، عدنا إليكم في شوط المباراة الثاني هنا من لقاء يجمع بين نادي قطر والغرافة في بطولة كأس كيو اس ال. الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. أتى التقدم من قبل نادي الغرافة بعد خطأ من برونو جالو في مرماه بطريقة رائعة كما ذكرنا في شوط المباراة الأول وشاهدناه في شوط المباراة الأول، بينما عاد نادي قطر لأن يعدل النتيجة بعد تسديدة أرضية رائعة من علي محمد جاسمي لتعود النتيجة إلى التعادل الإيجابي. هنا نبتدئ شوط المباراة الثاني في حراسة مرمى نادي الغرافة قاسم برهان. سعيد الحاج عيسى هنا عرضية لصالح نادي قطر ولكن التغطية تأتي لتذهب الكرة إلى ركلة ركنية. سعيد الحاج، روبرت جوزي فاسينا، لويس أنطونيو خيمينيز، عثمان اليهري، ثامر جمال، عمرو عبد الفتاح، منقذ محمد، خالد عبد الرؤوف، دياغو أمادو، الياس أحمد علي. هذه تشكيلة نادي الغرافة، بينما تشكيلة نادي قطر سنذكرها بعد الركلة الركنية التي سنشاهدها الآن لصالح نادي قطر. علي بجلوف، كرة بتلعب الأمام الآن، محاولة لكن إبعاد يأتي من قبل نادي الغرافة، لا زالت خطيرة تسديدة ولكن إلى ضربة مرمى بتذهب الكرة إلى ضربة مرمى. ذكرنا تشكيلة نادي الغرافة بينما تشكيلة نادي قطر. ساطع عبد الناصر العباسي في حراسة المرمى، محمد سالم الربيعي، محمد طيبي، محمد الجابري، علي محمد جاسمي، علي عوض بجلوف، خالد أحمد محمودي، برونو جالو فريتاس، وعبد الله مبارك العريمي، وابراهيم جمال عبد الفتاح، وعلي سعيد المهندي. هذه تشكيلة نادي قطر، بينما الكرة السابقة ذهبت عالية إلى ضربة مرمى لصالح نادي الغرافة. تعادل إيجابي إلى الآن. كرة بتلعب، بتعود لصالح نادي الغرافة. سعيد الحاج، هنا خطأ لصالح اللاعب لويز أنطونيو خيمينيز. شوفونا لعدلي الخطأ والكرة السابقة لصالح نادي الغرافة. لويز خيمينيز دائما وأبدا على التنفيذ، المتخصص للكرة الثابتة. كرة بتلعب الآن، ممكن تأتي العرضية ولكن مرور يأتي من لويز خيمينيز، بيلعب كرة الأمام لصالح نادي الغرافة ولكن الكرة بتعود خطيرة عكسية لصالح نادي قطر، بيلعب كرة إلى الأمام، هذه خطرة ممكن ولكن كرة بتعود إلى دفاع نادي الغرافة. كرة إلى رمية التماسي صالح نادي الغرافة. بتعود للغرافة مرة أخرى. أوه
رمي التماس الآن. ولكن هنا خطأ وصافرة حكم اللقاء لإعطاء خطأ. هنا كرة وتغطية تأتي من دفاع نادي قطر لتعود الكرة مرة أخرى، محاولة ولكن كرة بتصطد لتعود إلى رمي التماس لصالح نادي الغرافة مرة أخرى. لويس خيمينيز بيلعب كرة سريعة لصالح اللاعب عمرو عبد الفتاح، ولكن تغطية تأتي من دفاع نادي قطر لتعود مرة أخرى. خالد عبد الرؤوف بيلعب كرة إلى الأمام ولكن بتصل الكرة لحارس المرمى. ذكرنا نتائج الأمس وذكرنا مباريات الليلة، بينما نادي الغرافة سيواجه الإخراطيات في الجولة القادمة. نادي الغرافة والإخراطيات إذا استطاعوا الانتصار في هذا اللقاء ستكون الجولة القادمة والمباراة القادمة هي المباراة المفصلية للفريقين لإيقاف سلسلة الانتصارات أم تقف سلسلة الانتصارات في هذا اللقاء. كرة بتعود الآن لصالح نادي قطر، الآن خطيرة ممكن تسديده من مبارك، ولكن قاسم برهان بيتصدى بطريقة سهلة في الكرة السابقة، كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان في الكرة السابقة. محاولة المرور أول ثاني ثامر جمال بطريقة رائعة، ولكن نعم يحصل على خطأ الآن ثامر، يحصل على خطأ ثامر. كما ذكرنا الإخراطيات في مواجهة الغرافة، الخور سيواجه نادي قطر بينما السلية سيواجه لتحيل في اللقاء القادم. كرة تلعب الأمام بينما المجموعة الأولى العربي في مواجهة نادي السد في الجولة القادمة، والريان في مواجهة أم صلال، والأهلي في مواجهة المرخية في الجولة القادمة الجولة الرابعة والأسبوع الرابع من بطولة كأس كيو اس ال. كرة بتعود لصالح نادي قطر، كما ذكرنا صدارة المجموعة الأولى لنادي الريان بتسعة نقاط، أم صلال في المركز الثاني بخمسة نقاط، المرخية في المركز الثالث بأربعة نقاط. هنا مطالبة بشيء ولكن حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. كما ذكرنا الريان في الصدارة، أم صلال الثاني، المرخية الثالث، الأهلي الرابع بأربعة نقاط، العربي الخامس بنقطتين، والأسد السادس. شتان بين السد في بطولة الدوري وبطولة الكاس. عثمان ياهري بيلعب كرة الأمام، هذه خطرة ممكن، ولكن يا سلام على تصدي حارس المرمى، تصدي حارس المرمى بطريقة رائعة. ساطع العباسي بيتصدى، شوف الإعادة، شوف الإعادة والعرضية والتمريرة الرائعة من عثمان اليهري وتسديده، ولكن يا السلام. وبعدها ثامر جمال بطريقة غريبة بيضيع الكرة السابقة عالية على نادي الغرافة، سيندم عليها نادي الغرافة إذا ما استطاع الانتصار في هذا اللقاء بعد إضاعة كرة مثل هذه في الكرة السابقة والتألق حارس المرمى للتصدي في الكرة الأولى. بعدها ثامر جمال كرة عالية لتذهب الكرة إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى الآن لصالح نادي قطر، بيلعب كرة ولكن بتعود لصالح نادي الغرافة. بتعود الآن عثمان اليهري مسبب مشاكل في الجهة اليمنى لصالح نادي الغرافة، بيمر بيحاول ولكن كرة بتصل إلى ركلة ركنية. تغيير لصالح نادي قطر، تغيير اللاعب الملك القطراوي علي مهندي والمكانه اللاعب رقم 17 يوسف البليس سبستيتيوشن فور قطر بلاير نمبر 70 خروج اللاعب علي سعيد المهندي ودخول اللاعب يوسف محمد الكبيسي. اول تغييرات المدرب جابرييل هامبرتون كالديرون، أول تغييرات هذا المدرب، بينما نادي الغرافة إلى الآن لم يستغل التغييرات.
كرة بتعود مرة أخرى لنادي الغرافة، كرة إلى الأمام بيحاول فيها عمرو، ولكن هنا خطأ الآن، ولكن على عمرو عبد الفتاح ولصالح نادي قطر. كرة بتعود لنادي قطر الآن. بتصل الأمام الآن للاعب عثمان اليهري. عثمان بيحاول مرور ولكن تغطية اللاعب خالد أحمد ومحمد الجابري في الكرة السابقة. شوف هنا عدم الرضا من اللاعب علي المهندي على التغيير وعدم إبقائه في أرضية الملعب. الكرة بتعود الآن. لصالح نادي الغرافة مرة أخرى عند اللاعب إلياس أحمد. ولكن كرة بالطول إلى رمية التماس. لصالح نادي قطر. كرة بتلعب بتعود للاعب دييغو أمادو. الياس بالخطأ لتعود مرة أخرى لصالح نادي قطر. مبارك العريمي بيلعب كرة للبديل بيحاول فيها يوسف الكبيسي، ولكن بتعود الكرة لدييغو أمادو. كرة إلى الأمام، محاولة إيصال الكرة للويس خيمينيز، ولكن بالخطأ لتعود مرة أخرى. هذه خطرة ممكن لعلي محمد جاسمي بيلحق للكرة. اللاعب علي بيلعب كرة إلى الخلف، هذه خطرة ممكن تأتي العرضية الآن. هذه خطرة ممكن، محاولة بالرأس ولكن إبعاد يأتي من دفاع نادي الغرافة لإبعاد الكرة السابقة. كرة بتعود وبتصل لثامر جمال. هتخذ بين ثامر ولويس خيمينيز. بيحاول ثامر حكم اللقاء يقول ما فيها شيء، حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. كرة بتعود الآن مرة أخرى لنادي قطر. كرة بتلعب للجهة اليمنى، علي جاسمي بيلعب كرة إلى الأمام، ولكن كرة بتصطد وبتمر الكرة إلى ركلة ركنية. شوفونا الإعادة، حكم اللقاء قال ولم يشير على أنها خطأ لصالح اللاعب ثامر، بينما ركلة ركنية الآن لصالح نادي قطر. ركلة ركنية، علي جاسمي بيلعب كرة للأمام، محاولة لصالح نادي قطر ولكن كرة بتمر. هنا إعادة الكرة إلى الخلف لحارس المرمى ساطع العباسي اللي تعود الكرة. إلى الآن نتيجة التعادل إيجابي، هدف لهدف، مسيطرة على اللقاء. وهنا تمريرة لم تكن بالشكل المطلوب لتذهب الكرة إلى رمية التماس لصالح نادي الغرافة. تعادل هنا وتعادل هناك، هل تكون جولة التعادلات لي أندية تحاول وصول إلى ما هو أفضل في المجموعة الثانية. كرة بتلعب الأمام، محاولة الآن خطيرة ممكن لصالح نادي الغرافة. محاولة المرور، لعب الكرة إلى الخلف، تسديدة تأتي ولكن كرة بتذهب إلى ضربة مرمى لتحيل. يعد النتيجة أمام نادي الإخرطيات. رابن بصافي في الدقيقة 38 يعدل النتيجة لنادي التحيل. تعادل إيجابي بين الفريقين في هذا اللقاء واللقاء الآخر.
اللقاءات التي تصارع على الصدارة لإخراطيات قطر الغرافة إلى الآن. كرة بتمر، محاولة فيها الآن هاتخد ولكن لم تأتي بالشكل المطلوب. كرة بتلعب الآن في الجهة الأخرى للاعب عثمان اليهري، نقل جهة لعب عثمان، أتى للجهة اليسرى، مرور الآن يأتي، كرة بتعود للاعب خالد عبد الرؤوف، لويس خيمينيز، يا السلام على المرور من لويس خيمينيز الدولي التشيلي، يحاول كرة بتلعب، ثامر بيحاول، ثامر خطير ممكن، ولكن نعم هنا خطأ على ثامر جمال في الكرة السابقة، بينما التغيير سيأتي لصالح نادي الغرافة. هنا الإعادة للخطأ على اللاعب ثامر جمال، إلياس أحمد هو من يخرج لصالح نادي الغرافة، يخرج هنا اللاعب يوسف، إلياس علي، يوسف مفتاح مكانه اللاعب رقم 8 يوسف مفتاح، substitution for Al Gharafa player number 8 يوسف مفتاح هو الجديد is being replaced by player number 8 يوسف مفتاح. في شوط المباراة الثاني بأول تغييرات نادي الغرافة، دخول اللاعب يوسف مفتاح لإضافة جهة يسرى أقوى لنادي الغرافة، بالإضافة مع اللاعب ومساندة اللاعب عثمان اليهري. كرة بتعود الآن عمرو عبد الفتاح بيلعب كرة، يا السلام رائع الآن، خطيرة ممكن لصالح نادي الغرافة. عثمان الآن، عثمان بيحاول، عثمان ممكن، عثمان بيمر، بيحاول المرور، بيسدد، ولكن يا السلام كرة بتصطد اللي تذهب الكرة إلى ركلة ركنية. شوف هنا الإعادة، محاولة في الكرة السابقة، مر وسدد باليسار، ولكن تغطية اللاعب إبراهيم جمال عبد الفتاح لتذهب الكرة إلى ركلة ركنية. كرة بتلعب إلى الأمام، محاولة الآن ممكن لويس خيمينيز داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد يأتي، لا زالت خطيرة لصالح نادي الغرافة، تسديدة وتغطية دفاعية أخرى من محمد سالم الربيعي. العودة إلى الخلف من قبل نادي الغرافة، يوسف مفتاح، كرة بتلعب الآن لصالح نادي الغرافة، لويس خيمينيز، كرة بتعود للاعب عثمان اليهري بيلعب كرة الأمام، هذه خطرة ممكن لصالح نادي الغرافة، جمال أو ثامر جمال، ولكن كرة بتمر وتغطية دفاعية كانت من قبل نادي قطر. إلى الآن نادي الغرافة أفضل، نادي الغرافة بعد التسجيل، نادي قطر في مرماه بعد تسجيل أول أهداف اللقاء، حتى وإن كان بالخطأ نادي الغرافة أصبح أفضل تدريجيا، لأن أصبح أفضل كليا في شوط المباراة الثاني. علي أبو جلوب بمر من الأول والثاني، بيحاول يعرض كرة خطيرة ممكن، ولكن بتعود الكرة الآن، ممكن خالد أحمد، ممكن تأتي العرضية، بيأجل تسديدة تأتي، ولكن إلى ضربة مرمى، تسديدة برونو جالو في الكرة السابقة هي سريعة، حاول أن يركنها لتغالط مرمى قاسم برهان، ولكن كرة عالية تذهب إلى ضربة مرمى. كرة تصل للاعب يوسف مفتاح، عثمان اليهري، دييغو أمادو، إلى عمرو عبد الفتاح، عثمان مرة أخرى، عثمان مسبب مشاكل في الجهة اليمنى، والآن اليسرى، تسديدة تأتي، ولكن ساطع العباسي بيتصدى بطريقة رائعة للكرة السابقة، بينما تأتي الأنباء في الدقيقة 58، استطاع نادي تحيل أن يسجل هدف ثالث على نادي الإخراطيات لإعطاء الفرصة لأحد فريقين
نادي قطر أو الغرافة للوصول إلى الصدارة. جولة صعبة، مجموعة ثانية إلى الآن لم تجد صاحب الصدارة، إلى الآن تصعد وتنزل، هدف هنا هدف هناك، تقدم للإخرطيات بعدها يعدل لتحيل، وها هنا يأتي التقدم لنادي تحيل لإعطاء الهدية لنادي قطر أو الغرافة، ولكن إلى الآن لا نعلم ما سيحصل لاحقا. كرة بيحاول فيها الآن، محاولة خطيرة من العريمي أو اللاعب علي عوض، حاول ولكن كرة مرت. على نادي قطر اللي تعود الكرة مرة أخرى لصالح نادي الغرافة. كرة بتعود للاعب روبرت جوزيف فاسيانا. يوسف مفتاح بيلعب كرة دييغو أمادو لثامر، ثامر جمال للجهة الأخرى، منقذ ممكن بيعرض كرة الآن ولكن تصل سهلة إلى حارس المرمى، بتصل إلى حارس المرمى ساطع العباسي. كرة بتعود مرة أخرى لصالح نادي قطر. محاولة الآن لنادي الغرافة من الخلف. لصالح نادي الغرافة. كرة بتعود مرة أخرى للاعب سعيد الحاج. كرة بتعود الآن ولكن التغطية تأتي لتصل الكرة إلى ضربة مرمى لصالح نادي قطر. ضربة مرمى لصالح نادي قطر في الكرة السابقة بعد تغطية دفاعية أتت من قبل محمد الجابري في الكرة السابقة. كرة بتعود الآن لصالح نادي قطر مرة أخرى، بيحاول هنا خطأ، حكم اللقاء يشير على أن هناك خطأ للاعب يوسف مفتاح في الكرة السابقة على نادي قطر. كرة بتعود مرة أخرى لنادي الغرافة عند اللاعب منقذ، بيلعب كرة إلى الأمام لثامر، ثامر جمال بيحاول ولكن تغطية تأتي بشكل مطلوب. كرة بتعود بالخطأ لصالح نادي الغرافة، محاولة الآن ممكن نقل الجهة للاعب يوسف مفتاح. يوسف ممكن تأتي العرضية من يوسف، بيلعب كرة إلى داخل منطقة الجزاء ولكن الإبعاد يأتي من قبل نادي قطر. كرة بتعود مرة أخرى ولكن تصطد الكرة لتذهب الكرة إلى ضربة مرمى. تغيير ثاني لصالح نادي قطر، جاسم علي الهاشمي سيدخل بديلا للاعب علي عوض بجلوف كثاني تغييرات نادي قطر. يخرج اللاعب رقم 11 علي عوض ويحل مكانه اللاعب رقم 67 جاسم الهاشمي. سبتيتيو شوفر قطر بلاير نمبر 11 علي عوض از بينج ريبليس باي بلاير نمبر 67 جاسم علي. اقتربنا من الوصول الى اخر ثلث ساعه او 20 دقيقه من عمر اللقاء أو الوقت الأصلي.
والنتيجة إلى الآن التعادل الإيجابي، بينما في الجهة الأخرى نادي المرخية أو نادي تحيل يتقدم على نادي الخرطيات بثلاثة أهداف مقابل هدفين. يعني هدية أتت وإلى الآن لم يتقدم فريق لاستغلال هذه الفرصة للحصول على صدارة جدول الترتيب. كرة بتعود الآن لي نادي الغرافة أو نادي قطر مرة أخرى، بيحاول فيها داخل للوصول إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن كرة بتعود إلى حارس المرمى قاسم برهان. كرة بتعود مرة أخرى لنادي الغرافة عند اللاعب خالد عبد الرؤوف. كرة بتمر الآن عثمان اليهري. كرة بتعود الآن يحاول فيها لويس خيمينيز، ولكن كرة بتمر اللي تعود مرة أخرى لصالح نادي قطر مرة أخرى. محمد الجابري، كرة بتمر الآن، هذه خطيرة ممكن لصالح نادي قطر، محاولة خطيرة للبديل، البديل يا سلام على اختبار سرعة رائعة، ممكن تأتي العرضية ولكن كرة تصطد. اللي تعود الكرة الآن، تذهب الكرة إلى ركلة ركنية لصالح نادي قطر. حاول فيها البديل جاسم علي الهاشمي. وكرة تذهب إلى ركلة ركنية الآن. أتى التعادل من نادي الإخرطيات، ولكن هدف ألغي لتبقى النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح نادي تحيل على الإخرطيات، بينما نادي قطر الآن ونادي الغرافة التعادل إيجابي في آخر 20 دقيقة. من يستطيع أن يتقدم والانتصار في هذا اللقاء؟ ركلة ركنية الآن على تنفيذ مبارك العريمي أو عبد الله مبارك العريمي، بيلعب كرة بالرأس ولكن تصل إلى حارس المرمى قاسم برهان. رأسية محمد طيبي ولكن تصل لقاسم برهان ليتصدى للكرة السابقة. كرة بتعود الآن مرة أخرى روبرت جوزي فاسيانا، ولكن قاسم برهان يعاني من إصابة. حارس مرمى نادي الغرافة نتمنى له السلامة الحارس قاسم برهان. شوفون الكرة والإعادة للكرة السابقة والتصدي قاسم برهان. أعتقد سقوط بعدها عانى من إصابة اللاعب قاسم برهان في الكرة السابقة. نتمنى له السلامة. حارس قدم الكثير للكرة القطرية بغض النظر عن تراجع مستواه في الآونة الأخيرة عندما شارك مع نادي الأخوية، شارك في تاريخه مع نادي الريان الغرافة سابقا، منتخبنا الوطني قدم أشياء الكثير قاسم برهان، ولا أحد يستطيع نسيان ذلك. ولكن بعد التقدم في السن والعمر ممكن أن يتراجع المستوى، ولكن الأفضل هي العودة إلى مستوى قاسم كما اعتدنا عليه. الدولي القطري الحارس قاسم برهان الذي يحمي عرين نادي الغرافة في هذه الآونة وفي هذا الموسم. كرة بتعود لسعيد الحاج عيسى الآن. كرة بتعود لي اللاعب منقذ سعيد الحاج مرة أخرى روبرت فاسيانا.
عثمان اليهري بيحاول بيلعب كرة للاعب عمرو عبد الفتاح، يا سلام على التغطية وقطع الكرة مرة أخرى خطيرة لصالح نادي الغرافة، محاولة البحث عن المساندة، عودة للاعب عثمان اليهري مرة أخرى، ممكن تأتي العرضية، تأجيل دييغو أمادو بيلعب كرة، ممكن خطرة لخالد عبد الرؤوف، محاولة إيجاد المساحة للوصول إلى مرمى نادي قطر للبحث عن هدف التقدم من قبل نادي الغرافة، ولكن كرة بتعود للاعب جاسم علي الهاشمي. علي سالم الربيعي، كرة بتلعب إلى الأمام، هدف رابع يأتي لنادي تحيل الذي يستفيق للأمانة أمام نادي الإخرطيات، وهنا هجمة ولكن حكم اللقاء يشير على أنها ضربة مرمى. شوف هنا الإعادة، محاولة عثمان اليهري، مرمى الأول أو ركلة ركنية، عفوا ركلة ركنية اللي صالح نادي الغرافة، بينما نادي تحيل يتقدم بأربعة أهداف مقابل هدفين على نادي الإخرطيات، ليعرقل الإخرطيات في هذه الجولة وإعطاء الفرصة للغرافة أو نادي قطر، أم إذا استمرت الأمور على هذا الشكل الغرافة سيذهب إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة بسبعة نقاط. كرة تلعب الأمام، محاولة ولكن ساطع حارس مرمى نادي قطر بيتصدى أيضا ويحصل على خطأ والآخر وسقوط على أرضية الملعب، يعاني من إصابة، يعاني من إصابة الحارس ساطع العباسي، للأمانة قدم مستوى رائع إلى الآن في 75 دقيقة. شوفنا الإعادة للكرة السابقة، سعيد الحاج حاول ولكن خطأ على سعيد الحاج في الكرة السابقة، ولصالح حارس مرمى نادي قطر ساطع العباسي. أتمنى له السلامة يان فرنانديز والحبيب الصادق، والتشاور لإعطاء التوجيهات في آخر الدقائق وآخر ربع ساعة من عمر اللقاء والوقت الأصلي من شوط المباراة الثاني. فهد خلفان يشاهد، فهد خلفان يناظر اللقاء الذي يجمع بين نادي الغرافة ونادي قطر. أعتقد أن إسماعيل محمد إسماعيل سيكون هو البديل لنادي الغرافة. ثاني تغييرات نادي الغرافة ممكن للأمانة. نادي الإخرطيات يسجل هدف تقليص الفارق لتصبح النتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة. مباراة رائعة هناك. نادي الإخرطيات لا يريد التفريط في نقاط اللقاء الذي يجمع بينه وبين نادي تحيل، بينما هنا هدوء إلى الآن بعد هدف لكلا الفريقين تحت قيادة المدربين يعني فرنانديز لنادي الغرافة وغابرييل هامبرتون كالديرون لنادي قطر. خطأ لصالح نادي قطر، كرة بتلعب الأمام ولكن كرة بالطول اللي تذهب الكرة إلى رمية التماس، رمية التماس لصالح نادي الغرافة. كرة بتعود خالد عبد الرؤوف، العودة إلى الخلف للاعب سعيد الحاج، كرة بتلعب الأمام ولكن بتمر من أمام لويس خيمينيز، ولكن كرة بتصطاد بتعود مرة أخرى، هجمة عكسية للبديل جاسم الهاشمي. أوه نادي الإخرطيات يعدل النتيجة لتصبح النتيجة أربعة أهداف مقابل أربعة، وتغيير لصالح نادي الغرافة، خروج ثامر جمال ودخول محمد إسماعيل أبو شنب كثاني تغييرات نادي الغرافة، بينما نادي الإخرطيات يأبى أن يفرط بنقاط
كلير نمبر 16. الليلة لتعود النتيجة لأربعة مقابل أربعة. الله ياهي مباراة، الله ياهي مباراة في الجهة الأخرى بينما نادي الغرافة ونادي قطر للآن التحفظ وعدم إعطاء الفرصة للفريق الآخر أكثر من الاندفاع للوصول إلى مرمى الفريق الآخر. وهنا خطأ للاعب محمد إسماعيل. أربعة أهداف مقابل أربعة في الجهة الأخرى. إذا استمرت الأمور على هذا الشكل سيستمر نادي الخرطيات في الصدارة، وسيستمر نادي الغرافة في الوصافة ونادي قطر في المركز الثالث. هذا ما سيحصل، ولكن نادي تحيل سيذهب إلى المركز الخامس. لصالح نادي قطر يخرج اللاعب رقم 21 عبد الله مبارك ويحل مكانه اللاعب رقم 24 عبد العزيز ابراهيم. كرة تلعب الأمام الآن محاولة، ولكن عبد الله مبارك يحل مكانه. كرة بتعود الآن محاولة خطيرة لصالح نادي الغرافة، محاولة ولكن ساطع بيتصدى للكرة السابقة بطريقة رائعة. هذا الحارس قدم مستوى رائع إلى الآن. آخر عشر دقائق من الوقت الأصلي، من بإمكانه الحصول على ثلاث نقاط في هذه الجولة الصعبة على نادي الخرطيات وقطر والغرافة. كرة بتلعب مرة أخرى، محاولة خطيرة، مبارك العرامي بيسدد، تسديدة تأتي من اللاعب يوسف الكبيسي ولكن تصل لقاسم برهان. قاسم برهان الآن تغطية تأتي من علي محمد جاسمي، تغيير خروج اللاعب عبد الله مبارك العريمي ودخول عبد العزيز عادل. رمي التماس، كرة بتلعب الآن محمد إسماعيل، كرة بتعود لصالح نادي قطر الآن في آخر عشر أو تسع دقائق من الوقت الأصلي. من بإمكان الحصول على هدف ثاني وثلاث نقاط تعطي صدارة المجموعة الثانية اللي صالحة. كرة بتلعب إلى الأمام، محاولة فيها ممكن ولكن بتصل الكرة إلى حارس مرمى نادي قطر. كما ذكرنا المجموعة الأولى الريان في الصدارة، مصرال الثاني، المرخية الثالث، الأهلي الرابع، العربي الخامس، السد السادس. هذه هي مراكز المجموعة الأولى بعد الجولة الثالثة، بينما انتظار انتهاء الجولة الثالثة في المجموعة الثانية. علي محمد جاسم يمكن يعرض، تأتي العرضية ولكن تغطية دفاعية. شوفون الاعتراف، يطالبون بأن رمية التماس كانت على نادي الغرافة ولكن حكم اللقاء أعطى رمية التماس لنادي الغرافة. نادي الخور الذي انتصر بهدفين مقابل هدف على نادي السهلية ليصل إلى النقطة الثالثة، ونادي السهلية يبقى في نقطة واحدة. وهنا التصدي والكرة بتعود لي ساطع العباسي. تغييرات كثيرة تحصل في الجولة الثالثة وغير متوقعة. كرة بتعود إلى حارس المرمى الآن. توتر الأوضاع في آخر الدقائق وآخر سبع دقائق من الوقت الأصلي من عمر اللقاء. كرة بتعود لي اللاعب سعيد الحاج، روبرت فاسيانا، دييغو أمادو، لويس خيمينيز، خالد عبد الرؤوف.
كرة بتلعب الأمام الآن ممكن خطيرة. لويز 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 بيلعب كورة، يا سلام على لويز خيمينيز والتمريرة الحاسمة الرائعة ليسجل محمد إسماعيل هدف التقدم لصالح نادي الغرافة ليضع قدما في صدارة جدول الترتيب لمجموعة الثانية. محمد إسماعيل شوف الإعادة، شوف الإعادة، مرور لويز خيمينيز بطريقة رائعة من الأول والثاني، بعدها بمر بطريقة أروع والتمريرة الرائعة ليسجل محمد إسماعيل هدف ثاني لصالح نادي الغرافة. شوف يا السلام على خبرة لويز خيمينيز لدول تشيلي ليضع الكرة بطريقة رائعة للاعب محمد إسماعيل ليسجل هدف التقدم 2-1. نادي الغرافة الآن يتقدم في آخر الدقائق، يتقدم نادي الغرافة بهدفين مقابل هدف، بينما التعادل 4-4 في الجهة الأخرى من لقاء يجمع بين الخرطيات ودحيل. إذا استمرت الأمور على هذا الشكل هذا يعني ستكون الصدارة لنادي الغرافة بعد انتهاء هذه الجولة. وهنا خطأ لصالح نادي قطر، خطأ لصالح نادي قطر. هناك ردات أو ردود أفعال لا نتمنى أن نشاهدها في آخر الدقائق. نعم توتر كبير بعد تسجيل نادي الغرافة، محاولة نادي قطر أن يعدل النتيجة بعدما كان هو الآخر يبحث عن هدف التقدم. والآن خطأ وكرة ثابتة لصالح نادي قطر، كرة بتلعب من الأمام، محاولة فيها ممكن ولكن لبعاد يأتي هجمة عكسية لصالح نادي الغرافة، هجمة عكسية الآن لصالح نادي الغرافة، محاولة فيها لا زالت ولكن كرة بتعود، بيحاول فيها محمد الجابري. شوف توتر في آخر دقائق، استعجال من قبل نادي قطر للوصول أكثر وبشكل سريع إلى مرمى نادي الغرافة. كرة بتعود الآن مرة أخرى لصالح نادي قطر، محاولة فيها ولكن كرة بالطول لتذهب الكرة إلى رمية التماس. آخر 4 دقائق، شوفون الإعادة للالتحام السابق وردة فعل اللاعب يوسف الكبيسي مع اللاعب سعيد الحاج. كرة بتلعب للأمام الآن، محاولة فيها ممكن، محاولة ولا خطأ الآن يأتي لصالح نادي قطر في مكان رائع. خطأ في مكان قريب لي شوفونا الإعادة للكرة الثابتة لصالح نادي قطر. هل بإمكان نادي قطر أن يعود بالنتيجة؟ ولكن كما ذكرت إذا استمرت الأمور على هذا الشكل ستكون الصدارة للفهود الأصفر الغرفاوي، ولكن يجب على قاسم ورفاقه الحفاظ على نتيجة اللقاء، بينما الملك القطراوي يبحث عن التعادل لكي تستمر الأمور على ما ابتدأت عليه في الجولة الثالثة وكما انتهت عليها الجولة الثانية بأقل الأضرار. إذا كان بإمكان نادي قطر أن يعود بالنتيجة كما ذكرنا في الجهة الأخرى نادي الإخرطيات ودحيل والتعادل 4-4، جولة التعادلات أم يخرج منها الغرافة منتصرا وذاهبا لوحده إلى صدارة المجموعة الثانية كما فعل نادي الريان بالأمس بالنقاط الكاملة. علي جاسمي يترك الكرة، نعم قالوا علي جاسمي على التنفيذ، علي محمد جاسمي على التنفيذ. كرة بتلعب للأمام، محاولة ممكن بالرأس ولكن كرة بتعود إلى ضربة مرمى لصالح نادي الغرافة. ضربة مرمى، شوفون الإعادة، محاولة بالرأس من محمد الجابري ولكن
كرة بتذهب إلى ضربة مرمى. قاسم برهان بينفذ ضربة المرمى. نادي الغرافة استطاع أخذ التقدم. نادي الغرافة سرق التقدم. نادي الغرافة بعد هجمة رائعة من قبل اللاعب لويس خيمينيز دول تشيلي ومهارة فردية رائعة وتمريرة أروع كانت للاعب محمد إسماعيل أبو شنب القادم من فريق نادي الغرافة تحت 23 عام لإعطاء التقدم والإضافة والصدارة إلى الآن إذا استمرت الأمور على هذا الشكل لنادي الغرافة. كرة بتعود بالخطأ. نعم خطأ خطأ. شوف الاعتراض والتوتر على قرارات حكم اللقاء من قبل لاعبي نادي قطر، ولكن حكم اللقاء يعطي خطأ للاعب دييغو أمادو. كرة بتعود. شوفونا الإعادة. نعم قرار سليم من حكم اللقاء على نادي قطر وخطأ لصالح دييغو أمادو في الكرة السابقة. أعتقد نعم بطاقة صفراء على خالد عبد الرؤوف في الكرة السابقة على محاولة تأخير اللعب وكسب وقت أكثر. كرة بتمر الآن وبتصل لحارس المرمى بالخطأ. أوه ما فيها شيء ما فيها شيء، ولكن كان بالإمكان استغلالها بالطريقة الأنسب. خمس دقائق إضافية مقدر من حكم اللقاء ممكن تعطي التعادل لنادي قطر، ممكن يأتي التعادل لنادي قطر. محاولة الآن ولكن كرة بتعود. شوفنا الإعادة للكرة السابقة. توتر، شوف التوتر والخطأ على اللاعب محمد الجابري ولصالح لويس خيمينيز. شوفنا الإعادة للتنفيذ. كرة بتعود ليوسف مفتاح بيلعب كرة عثمان اليهري. عثمان بيحاول لا زال يحافظ على الكرة، المرور من الأول والثاني. يا سلام بطريقة رائعة، ولكن تغطية تأتي تغطية تأتي من قبل نادي قطر. محاولة الآن لبناء هجمة سريعة. برونو قالو بيلعب كرة بيحاول فيها برونو. خطأ للاعب، خطأ نعم للاعب برونو في الكرة السابقة. كرة بتلعب بشكل سريع الآن لصالح نادي قطر. محاولة خطيرة ممكن، محاولة خطيرة ممكن. بيلعب كرة مع علي جاسمي. علي جاسمي ممكن يعرض. علي جاسمي لا زالت الكرة لصالح نادي قطر، ولكن تغطية رائعة من يوسف مفتاح. يوسف مفتاح بيغطي بطريقة رائعة، لا زال يحافظ على الكرة. أعتقد أن الكرة خرجت بكم المحيط، ولكن حكم اللقاء قال ما فيها شيء. وهنا خطأ على اللاعب يوسف مفتاح، خطأ على اللاعب يوسف مفتاح ولصالح اللاعب برونو قالو. ازداد التوتر، ازداد التوتر في أرضية الملعب. وهنا خطأ للاعب برونو قالو. خطأ الآن على التنفيذ. علي جاسمي على التنفيذ. ممكن كرة بتلعب، ولكن أرضية سهلة بتعود مرة أخرى للاعب علي جاسمي. عرضية مرة أخرى. محمد سالم الربيعي بيحاول، ولكن خطأ على نادي قطر في الكرة السابقة. خطأ لصالح نادي قطر. قاسم برهان. شوفونا الإعادة للكرة السابقة عندما خالد عبد الرؤوف تعمد بتأخير اللعب وحصل على بطاقة صفراء أولى كانت على نادي الغرافة. كرة تلعب الآن بشكل سريع لصالح نادي قطر. محاولة فيها ممكن. يا سلام على المرور، يا سلام على المرور من اللاعب البديل جاسم علي الهاشمي. بيلعب كرة الأمام، هذه خطرة ممكن. أوه داخل منطقة الجزاء. محاولة ولكن بتصل إلى قاسم برهان. يا الله كرة كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان في الكرة السابقة. لم تنفذ بالشكل المطلوب. هجمة سابقة كانت
لصالح نادي قطر لتبقى النتيجة هدفين مقابل هدف. ولكن شوف هنا تصرف علي جاسمي بطريقة رائعة في الكرة السابقة، كرة بتعود الآن. محاولة خطيرة لصالح نادي الغرافة، ممكن اسماعيل محمد اسماعيل بيحاول، عمرو عبد الفتاح يمكن يلعب كرة تسديدة ولكن بيتصدى الساطع العباسي. كان بإمكان عمرو عبد الفتاح التمرير للاعب عثمان اليهري ولكن قرر التسديد ليتصدى الساطع للكرة السابقة. رمية التماسي صالح نادي الغرافة، شوفنا التسديدة السابقة والتصدي من حارس مرمى نادي قطر. رمية التماسي الآن تلعب بشكل سريع، 30 أو أقل من 30 ثانية متبقية من الوقت الإضافي المقدر من حكم اللقاء. سقوط على أرضية الملعب من اللاعب محمد إسماعيل. شوفنا الإعادة للكرة السابقة، خطأ واضح على فريق نادي قطر ولصالح اللاعب محمد إسماعيل. لويس خيمينيز بيلعب كرة لدييغو أمادو. محمد إسماعيل أعتقد نعم خلاص الأمور قد انتهت الآن. نعم وهنا تنطلق صفرة حكم اللقاء لإنهاء الأمور. ألف مبروك لنادي الغرافة للحصول على 3 نقاط بانتظار انتهاء اللقاء الآخر. لا تعلم في ثواني ممكن أن تنقلب الأمور كما شاهدنا فيما حدث في اللقاء الآخر في الدقائق السابقة بين الخرطيات وتحيل، ولكن في هذا اللقاء نادي الغرافة استطاع الانتصار بهدفين مقابل هدف عن طريق محمد إسماعيل وخطأ في مرماها برونو قالوا. ألف مبروك لنادي الغرافة، حظ أوفر وهارد لك لنادي قطر. كان معكم